اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي بوابه مصر 2030. يعني عاد من جديد عامل النظافه يثير الجدل. محمد كشري عامل فرح وعازم كل الناس. محمد كشري عامل النظافه يثير الجدل من جديد. فرحه جميله جدا. حسن كل الفنانين والترندات موجوده معانا النهارده. لا 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 لا. ايوه رايق. كشري النهارده فرحان للفرحه. يا كشري يا كشري خروا 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 يا عروسة ألف مبروك. قولي لي إيه الحكاية؟ غطى في قلبك ولا إيه؟
ها؟ هو فرحان. زي ما حضراتكم شايفين يعني اعتاد على اثاره الجدل، عامل النظافه يثير الجدل من جديد، عامل فرح وعازم كل الناس. Hello.
باشا ارجع يا باشا، انت ليه عايز تبوظ اللايف؟ ما الصوره بتاعتك تبوظ لي الدنيا. طبعا زي ما حضراتكم متابعين، عامل النظافه يثير الجدل من جديد، عامل النظافه يثير الجدل من جديد. يلا محمد، يلا محمد، ألف مبروك، ألف مبروك، يلا يلا. اوعى ايدك، اوعى ايدك. تعالى هنا، تعالى ساندرا، ساندرا طبعا احنا دلوقتي في فرح محمد كشري والمطربة ساندرا. طبعا تعالى هنا، تعالى تعالى قول لي ايه الحكاية بقى يا باشا. النهارده احنا فرح بربع مليون جنيه. مين العروسة؟ تعالى ورينا العروسة. مبروك يا عروسة، قولي لي بقى ايه الحكاية؟ حبيبي اخويا عم انت يعني اللي وفقت راسين؟ ها؟ بالحلال عند كيداهم، معلمة كيداهم الست الجدعة كمان الشرقية جاي اهنيك على الخطوبة الحلوة دي. الشرقية جاي اهنيك على الخطوبة الجميلة الشرقية حبيبي. تعالى هنا كوش، تعالى هنا كوش. قول لي بقى بوجي، انت ازاي قدرت توفقهم مع بعض؟ ايه بيقول لي انا مكلف الفرح ربع مليون جنيه. ايوه انت ايه رايك في الكلام ده؟ سبح سبح يا عم الحاج، يلا معايا ها كل 40 الف فوق. اعلى عروسه في الدنيا، بقول لك يا فنان يا عايز اغني لك اغنيه عشان بمناسبه فرحك يا عم يا باشا. نحل احلى اغنيه دلوقتي يا عم الدنيا. وانا بقول لاخويا محمد كشري الف الف مبروك، واخويا الملك خلاص يا عم الحاج هقوم. مالك بتستلم وشك اللي بينكم شين ده؟ يا عم 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 يا
ما تيجي الناحيه دي يا عم، تعالى بعيد عن المايه، تعالى بعيد عن ال يلا يلا هاب جايز، ما احنا عايزين نرسى على حاجة يا عم. لا عايزك توقف بس، توقف بس عشان الراجل ده غني يا عم. ماشي ماشي ماشي. يلا هاب يلا يا عم، خش يا عم. ماشي ماشي عم النجم العالم، يلا قول يا ولع. ربنا خليك يا عم سهل. يا جماعه مش لازم نسال، يعني هو الموضوع انا مش عارف انت جاي تعطلنا، انت بتعطلنا. بص محمد اتكلم انت، ست حلويات عامله ايه؟ كويسه ورا يا ماما. يلا يا هاب خلاص يا خلود. يلا يا ساندرا قولوا ستة وهي قومي 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 يا ساندرا. يلا سعفولا سعفولا، خش يا باشا خش يا باشا. اه يا سريق
عارف ليه يا باشا. تعالى كده شويه، تعالى كده شويه، قطع الصوره عليه. طبعا مشاهدينا احنا دلوقتي في السيده زينب، يعني محمد كشري. شبيه زعيم كمان، عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله. طبعا شبيه زعيم وصل عشان يهنيهم بالفرح والزباله. ايه يا كشري بص قدامك؟ لا ازاي؟ دي حرمك يا كشري، دي حرمك يا كشري. يعني انت تسمح لحد يقبل يقبل خطاك؟ طبعا وصول شبيه الزعيم. ادينا وش حضرتك بقى، لف بقى ناخد صوره كده، لف كده فكري. ادينا وش حضرتك. رحب كده استاذ فكري. طبعا وصل الان شبيه الزعيم. خلصت عم وليد اهو. عم وليد خلصت. الاول طمنا عليك، قول لي بقى سبب وجودك في السيده زينب. قول لي النهارده بقى احنا يعني جاي تحضر حفل خطوبه محمد كشري والفنانه ساندرا. استاذ في حاله معانا شباب الفنان عادل.
قول عريس عريس، تعالى عريس، تعالى هنا عريس. قول لي بقى، قول لي بقى دلوقتي الناس هتطلع تقول لك انت جيت تاني. تعالى بس كده بعيد عن الدوشه. والله بس اقف هنا الاول بقى محمد، انت كل شويه تطلع تسيل الجدل. انت اختفيت، ايه اللي رجعك تاني؟ انت طالع تسيل الجدل ليه؟ انت اختفيت، ايه جابك تاني؟ يعني انت بتقول انا عامل فرح بربع مليون جنيه، الناس متضايقه، يعني جبت منين؟ يعني انت زعلان، الناس زعلانه اللي انت ايه؟ خدت اكبر من حجمك. على الله. انت بقى النهارده عامل فرحك فين بقى؟ في السيده زينب. طب يلا عشان ما اعطلكش على عروستك. يلا روح لعروستك.